أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السؤال الذي يجب أن يوجهه كل شخص لنفسه: هل أريد أن أصلي؟ بدنا نصلي عن جد، الجد في الصلاة، أن نتعامل مع الصلاة على أساس أنها هذا السبب الإلهي، المنجم الإلهي، الرضوان الإلهي الذي دونه الجنة، ورضوان من الله أكبر. يشمل الحديث عن الجد في الصلاة أولا الجد في التوجه إلى الصلاة. الجد في التوجه إلى الصلاة إنه واحد قايم بده يصلي، هو رايح يصلي وهو على مشارف تكبيرة الإحرام يريد أن يبدأ بالصلاة، هو هون ولا لا؟ يريد أن يصلي أو لا يريد أن يصلي؟ هل هو جاد في توجهه إلى الصلاة أم ليس جادا؟ طبيعي الجد في التوجه إلى الصلاة يذكرنا بالجد في التعامل مع داعي الصلاة عندما يسمع الأذان. هل يترك المؤذن إلى آخر فقرات الأذان وكأنه لا يعنيه، كأنه لا يخاطبه؟ خير، كل يوم بأذن المؤذن، وهلأ صار وقت الأذان، هلأ بخلصه بكمل شغلتي اللي عم اشتغلها أو ببدي بمشاريع شغل تانية وإلى آخره. الكلام عن الجد في التوجه إلى الصلاة لا يمكن أن يكون مع شخص من هذا القبيل. الكلام عن الجد في التوجه إلى الصلاة مع الشخص الذي يسمع الأذان، إما أن يكون مستعدا للصلاة قبل الأذان ومتوضئ على طهارة وجاهز وينتظر الفراغ من الأذان ليبدأ بصلاته، أو أنه أثناء سماعه الأذان يقوم يستعد، يبدأ يستعد. فإذا مرحلة الجد في الصلاة تبدأ من هنا، تبدأ من أن الشخص يريد أن يصلي أول الوقت ويحرص على الصلاة أول الوقت. فالمرحلة الأولى لمثل هذا الجد في التوجه إلى الصلاة. المرحلة الثانية عدم العبث في الصلاة. العبث يعني فرقعة الأصابع، أنه يعبث بشعره بلحيته، ربما مثلا ينتبه إلى أن ثيابه تحتاج إلى بعض التعديل ما شابه. العبث، عم يلعب وهو يصلي ويعبث. لما منشوف واحد واقف مثلا عم بيصلي وهو يعبث ببعض خصوصياته بشعره ولحيته إلى آخره، هذا مش عم بيصلي، هذا عم يلعب. لأن العنوان الأبرز مش الصلاة، العنوان الأبرز هي الحركات، يعني اللي فيها عناية وتركيز هذه الحركات. هذيك لا، وقف شوي انتبه أنه بدي يوقف، قام هيك لمكان على السجادة ثم انشغل بشيء آخر، هو الآن في مجال، في جو العبث مش في جو الصلاة. المرحلة الأولى الجد في التوجه إلى الصلاة، المرحلة الثانية عدم العبث، المرحلة الثالثة التخشع في الصلاة. تخشع يعني محاولة الخشوع، عم بحاول يلقط الخشوع ومش عم يضبط معه، هذا التخشع. الذي أحب بيانه لقلبي وقلبك أيها العزيز أن نتنبه إلى أن الحديث عن الخشوع في الصلاة له مقدمات. واحد مثلا
يريد أن يكون جامعيا، يريد أن يتخرج من الجامعة. طيب ما بده يبدي من الحضانة، في مقدمات إلى أن يصل إلى هذا الصف. أنا وأنت من مشاكلنا أننا عندما نقتنع بأهمية الخشوع في الصلاة نحاول أن نصل إلى أعلى درجات الخشوع مباشرة، هيك مثل ما بيعبروا خبط لزق دغري بدنا نصير من أهل الخشوع في الصلاة. الخشوع هدف، بس ما بنقدر نوصل للخشوع بالصلاة بهذه الطريقة. ينبغي أن نقف عند مفردات ثقافة الخشوع، ما هي المراتب التي تجعلنا نصل إلى جانب من الخشوع، خشوع ولو جزئي في الصلاة. أولا الجد في التوجه إلى الصلاة، ثانيا عدم العبث، ثالثا التخشع. بعدها بصير الحديث عن الخشوع في الصلاة، ويبدأ خطرات تيجي إشارات لمعات ومضات، ثم نصل إلى صلاة الخاشعين، أن تكون الصلاة كلها بخشوع، صلاة الخاشعين. حول الفقرة الأولى اللي هي الجد في التوجه إلى الصلاة، أذكر نموذجا مما ينبغي أن يكون عليه المصلي. العلامة الحلي من كبار علمائنا في كتاب فقهي له منتهى المطلب يقول: يستحب له للمصلي إذا مشى إلى الصلاة أن يكون خاضعا خاشعا بخوف ووجل، وعليه السكينة والوقار. قال الله تعالى: والذين هم في صلاتهم خاشعون. لا فرق بين أن يكون خرج من بيته إلى المسجد أو قام في بيته من مكان إلى مكان الصلاة إلى مصلاه. طبعا بين قوسين مستحب أنه كل شخص يكون عنده بالبيت مكان مخصص للصلاة، هذا المصلى، مصلاه مكان محدد في هذا البيت. ومن المستحبات المرتبطة بهذا المكان المصلى أن الإنسان عندما يحتضر يستحب أن ينقل إلى مصلاه، تواجده أثناء الاحتضار في مصلاه يهون عليه سكرات الموت. إذا قام الشخص في بيته من مكان إلى الغرفة اللي عادة يصلي فيها، فيقوم خاضعا خاشعا بخوف ووجل، وعليه السكينة في لقاء مع الله عز وجل. إذا في لقاء مع مختار، مع رئيس بلدية، مع موظف، مع فضلا عن الزعيم والخصوصيات، في جد خاص، يعني في جدية خاص بخاصة بالتعامل مع هذا الموعد. خلينا ندرب أنفسنا أن القيام إلى الصلاة ينبغي أن يكون مقترنا بجد معين، بجدية معينة. قال تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال: إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بعد: ويستحب له أن يقول إذا قام إلى الصلاة ما رواه الشيخ عن شيخ الطوسي في الصحيح، يعني الحديث الصحيح، الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فقل: اللهم إني أقدم إليك محمدا بين يدي حاجتي، وأتوجه به إليك، فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، اجعل صلاتي به متقبلة وذنبي به مغفورا ودعائي به مستجابا، إنك أنت الغفور الرحيم. ويستحب، أنا أذكر هذه التفاصيل لكي نكون فكرة أنا وأنت أيها العزيز، أننا إذا أردنا أن نتدرب على الجد في الصلاة فلنختر نصا مثل هذا النص، والنصوص كثيرة في هذا المجال، مستحبات ما يقوله الشخص وهو يريد أن يبدأ بالصلاة وهو متوجه إلى الصلاة.
ويستحب له أن يتوجه بسبع تكبيرات، إحداها تكبيرة الإحرام، بينها ثلاثة أدعية إلى قوله ويستحب له الاستكانة إلى آخره. سبع تكبيرات تتخللها ثلاثة أدعية. طيب لو فرضنا واحدنا ما بده ياخذ الأدعية هلا، مرحلة تانية الأدعية، بس منيح انه واحدنا يعود نفسه انه شيء من الجد في الصلاة يدرب نفسه عليه، انه ملتزم دائما ما بيقول الله اكبر بيبدي بالصلاة، مش بس تكبيرة الاحرام الواحدة، مستحب سبع تكبيرات. والاحوط انه ينوي تكبيرة الاحرام السابعة الاخيرة. عم اقول الاحوط لانه بعض الفقهاء يفتي بأنه أي واحدة منها بينويها تكبيرة الإحرام بيمشي الحال، لا، الأحوط أنه عم بيقول سبع تكبيرات، السابعة هو نويها تكبيرة الإحرام، لكن عندما كبر هذه التكبيرات الست وبدي بتكبيرة الإحرام للصلاة هو حاول أن يحصل على شيء من الجد في الصلاة. لو فرضنا انه واحد ظل شهرين ثلاثة خمسة ست شهور ما عنده من مقدمات الصلاة من الامور التي تدربه على جد في الصلاة الا هالسبع تكبيرات، بعد مدة مثلا بيلتزم ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني قبل البسملة بعد تكبيرة الاحرام يقول اخفاتا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول من لا يستعيذ لا تفتح له الحجب. الاستعاذة هي مفتاح لإزالة الحجب، الاستعاذة مهمة. فلو فرضنا أنه واحد بدي أول شيء يدرب نفسه أنه بدل ما يقول الله أكبر مرة واحدة تكبيرة الإحرام بدي يقول التكبيرات السبع، بعد فترة أضاف مثلا الاستعاذة وهكذا، يعني هو يحرص على أن يتدرج في الجد في الصلاة، يحرص على أن يتدرج في الوصول إلى الخشوع في الصلاة. إذن سبع تكبيرات، إحداها تكبيرة الإحرام، ثم بينها ثلاثة أدعية. يمكن هذا الشخص بعد سنة يحفظ دعاء من الأدعية، بعدين ثلاث أدعية، يتدرج بحيث أنه يصير يجيب هالمستحبات ولو بعد حين. طبعا التدرج في المستحبات أمر شديد الحساسية. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. المنبت منه اللي راكب الحصان يلا 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 ما بيريح ولا بيرتاح نهائيا، شو بتكون النتيجة؟ لا الحصان بيظل ولا بيقطع الصحراء. فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. ليش؟ لأنه أوغل في الصحراء دون رفق، دون ترفق، بينما المطلوب الإيغال برفق. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، إنه نجي نحن نكثر من المستحبات، نثقل الحمل على حالنا شهرين ثلاثة وبطلنا، سنة وبطلنا، بعض المرات واحد بيصير عنده ردة فعل. بينما إذا أخذت القليل من المستحبات وظلت مستمر على هالقليل سنة. الإمام الصادق عليه السلام يقول خير الأعمال أدومها وإن قل. وفي عنا حث على المداومة على الأمر سنة. طبعا في عنا نظام الأربعين أنه يداوم على هذا العمل لأربعين يوما ثم بيزيد يضيف إليه إضافة سهلة مش إضافة متعبة، إلى أن يصبح يشعر بأنه مرفق، أنه متمكن من إضافة جديدة فيضيف أيضا. ولو فرضنا كان التدرج بطيء جدا، انه واحد بده يوميا يقول 10 مرات اللهم صل على محمد وآل محمد، بعد فترة بصير 11، بعد فترة بصير 12، بس بحيث انه يكون ضامن الاستمرار. ويستحب له الاستكانة، له مين يعني؟ الذي يتوجه الى صلاته.
الاستكانة والخشوع في صلاته، بما رواه الشيخ أيضا الشيخ الطوسي في الصحيح، يعني الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام، كان علي بن الحسين عليه السلام عليهما السلام إذا قام في الصلاة تغير لونه، فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا، يعني عندما يرفع رأسه من السجود يكون سلام الله عليه قد عرق. وإن أتى بالصلاة على الوجه الأكمل، يعني الشخص الذي يتوجه إلى صلاته إن أتى بالصلاة على الوجه الأكمل غير مستعجل، وليكن على سكون ووقار. كيف واحد عادة لازم يقوم للصلاة؟ أنه بس بدي صلي هالركعتين جاي، يعني مستعجل كثير وما في لا توجه ولا خشوع ولا أنه وجهت وجهي ولا شيء ولا شيء. الله أكبر، حكى هالكلمتين مثل ما قلت سابقا أنه بدير باله لما قال الله أكبر، وبعدين رنت الساعة ورحمة الله وبركاته، خلصت الصلاة وانتهت الصلاة. وإن كنت من غير شر، لا هو عارف ولا غيره عارف. طبعا بالمناسبة هون في رواية طريفة عن حديث قدسي، أنه إذا الشخص عجل في صلاته لحاجة يريدها، الله عز وجل يقول للملائكة: عبدي خفف من صلاته لحاجة يريدها، أو ما يعلم أن قضاءها بيدي. يعني لوين يمسهل أيام الركض؟ من هو مسبب الأسباب؟ من هو قاضي الحاجات؟ هذا فلان اللي أيام الركض اللي عنده هو بدي أقضي حاجتك؟ ولا لا، مسبب الأسباب هو عز وجل وأنت بين يديه، فاعرف كيف تطلب حوائجك. من الأمور التي يجب أن نقف عندها دائما أن التدرب على الجد في الصلاة يجب أن يكون مهمتنا الدائم. إذا ما تدربنا أنا وياك على الجد في الصلاة، فما هو النقيض للجد في الصلاة؟ إذا ما تدربنا على أن نصلي عن جد بجد باهتمام، فما هو النقيض؟ الجواب أن تكون صلاتنا صلاة الكسالى، صلاة الغافلين. أذكر قصة في هذا المجال، والملفت أن القصة قصة إمام مسجد، يعني شخص يأتم به الناس ومع ذلك صلاته من هالنوع. القصة أوردها الشهيد دستغاب رضوان الله تعالى عليه في كتابه المنهجي القيم القصص العجيبة، أنها حصلت في منطقة شيراز. كان هناك مسجد، وكان إمام المسجد واقفا في المحراب والصف الأول ينتظم، وكذلك سائر الصفوف. جاء شخص من الخارج وجلس في الصف الأول خلف الإمام مباشرة، جلس الصلاة كأنه الإمام عم بأثناء إقامة الإقامة، والصف الأول عادة له أشخاص خاصين، يعني إنه اللي فاللي كانوا موجودين بالصف الأول بدأوا ينظرون إلى هذا الشخص شجرا، إنه شو جايبك لهون، خصوصا أنه معه هيك زوادة كبيرة، صرة مش معروف شو هي، صرة كبيرة حطة قدامه. فتعجبوا لكن لم يقولوا شيئا وبدأوا بالصلاة. لاحظوا أن هذا الشخص الذي وقف وراء إمام المسجد صلى ركعتين شرعا بعد القنوت، بعد الركعة الثانية يستطيع المأموم أن ينفصل ويصلي وحده، بظل صلاته صحيحة، يعني هو تم بركعتين وأكمل الركعتين، أو الركعة أكمل باقي الصلاة وحده. هون كانوا بصلاة المغرب، صلى ركعتين
بعد القنوت انفصل كمل ركعة واحدة. هلا ممكن تقول لي طيب بالصف الأول كيف بينفصل؟ ما تبطل صلاة البقية؟ الجواب هو يقف خلف الإمام مباشرة. لما خلف الإمام مباشرة اللي على جنبه على يمينه أو على يساره متصلين بالإمام بتظل صلاة البقية صحيحة. فهو أكمل الصلاة وحده. هن من الأول كانوا متعجبين من مجيئه، مستغربين تقدمه إلى الصف الأول، زاد استغرابهم. بعد أكثر من هيك خلص الصلاة هو وهن عم بيصلوا، فتح السرة وصار يأكل. عندئذ كأنهم أكملوا صلاتهم، يعني مثل ما منقول متحلفين له، يريدون الانتقام منه. خلصوا الصلاة وصرخوا فيه من هون ومن هون، شو عم تعمل؟ السيد إمام الجماعة شاف أنه في كردي، طلع شو القصة؟ قال له مولانا إجي هذا قعد هون بالصف الأول وانفصل عن صلاة الجماعة بعد القنوت وفتح الزواد مثل ما نشوفه عم يأكل. السيد قال له شو عم تعمل هيك؟ قال له سيدنا بحكي بيني وبينك والله قدام الموجودين. قال له لا احكي قدام الموجودين. قال له بدينا بالصلاة، انا جاي بدي صلي، بدينا بالصلاة صرت تفكر انا ختيرت وحالتي صعبة معش فيه امشي مثل الاول، لو بشتري لي شي دابة صار بيجي على المسجد عليه، مسجد بعيد عن بيتي. يا مولانا انا جاي بدي صلي، جاي بدي فوت بشراء دابة ومدري شو. قلت هلا ببطل، هلا بغير. صبرت الركعة الثانية صرت تفكر انه طيب اشتريت دابة منين بدي اجيب لها تبن. مولانا هون ما عشت تحملت انا، بعد القنوت انفصلت لحالي، بدي كل لقمة وخلص، عندي شغل، او مثلا كان صايم او ما شابه. بيقول ذهل هذا السيد، هو مصدوم هيك، هذاك لملم زوادته وبخاطركم طلع من المسجد. قال لهم لك عجلوا شوفوا هذا عبد صالح، هذا ولي مش عادي، يعني اعترف انه فعلا كان عم بفكر هيك. اذا لم نهتم انا وانت بالجد في الصلاة فان صلاتنا تكون من هذا النوع، صلاتنا تكون نقرا كنقر الغراب، كما في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم شاف شخص عم بيصلي وهو مستعجل بصلاته لا يتروى، فقال نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. أو مثلا في حديث آخر، يعني إذا لم نهتم بالجد في الصلاة كيف تكون صلاتنا؟ تكون من هذا النمط. عن الإمام السجاد عليه السلام: إن المنافق ينهى ولا ينتهي. اللهم أعنا على أنفسنا، لأنه واحد يصف الحق أو يعظ أو يأمر ولا يعمل نتيجة عليه كارثية. إن المنافق يعني بصير منافق، ينهى ولا ينتهي، ويأمر ولا يأتي، يعني هو لا يفعل. إذا قام إلى الصلاة اعترض، وإذا ركع ربض، وإذا سجد نقر، يمسي وهمه العشاء ولم يصم، ويصبح وهمه النوم ولم يسهر. والمؤمن خلط عمله بحلمه، يجلس ليتعلم وينصت ليسلم، لا يحدث بالأمانة الأصدقاء ولا يكتم الشهادة للبعداء، إلى آخر الحديث. محل الشاهد هو عدم الجد في الصلاة. والحمد لله رب العالمين.